يعني انا واحده من الامنيات حياتي اني بصراحه اشوف والدي ويشوف الابناء، يعني الان عندي بنت وولد ويسمعون بجدهم سمع، فانا اعد امنياتي اني اشوفهم وانه يكون بين يديهم. اضافه كذا عندي والد جدتي اللي هي والده الوالد تمر في ظروف صحيه، يعني الآن صار فيها بداية زهايمر، فحتى اسم الوالد ما عاد صارت تذكر، وهذا شيء لها الشفاء والعافية إن الله شاء الله. يشفيها يعني ويرفع عنها. بس أنا أتمنى أنها ترى ابنها قبل ما يعني تفقد ذاكرتها تماما، أن تراها في صحتها ويراها في صحته. وهذا بصراحة هذا طلبنا، يعني إحنا الجهود اللي بذلت لا يعني ما نبغاها تروح السودان، نبغى إن الجهود شاء الله هذه أنها انها تثمر الجميع تثمر إن شاء الله ويكون هناك يعني دفعة قوية بإذن الله، وهالدموع تتحول لابتسامة في بإذن لقائنا الله القادم إن شاء بإذن الله. أنت الله بإذن الله. ودي تشرب موية بس كذا الله يجزاك وتلقط أنفاسك. الوالدة تتواصل معه؟ يعني أقصد جدتك تتواصل مع ابنها الآن؟ كلمته من قريب أو في شيء؟ الوقت الحالي الوالد يتصل عليها فقط لسماع صوتها. الوالدة يعني ذاكرتها ما عاد صارت زي أول، فما تذكر ولا تعرف من تتكلم معه، فتتحرج أنها حتى لما نجلس بينها وإحنا أبنائها تتحرج منه وتتغطى لأنها ما تدري من حنا. فبالتالي لما تكلم الوالد بالتليفون تحاول أنها تقلل الكلام بحيث أنها لأنها ما تدري منه الشخص اللي قاعد تتكلم، وتخاف أنه شخص أجنبي أو شخص غريب عليها، فبالتالي تستحي أنها تتكلم. فالوالد يحاول بأي طريقة الوالد أن يستمر يعرف الكلام. عن حالتها؟ إيه نعم. طيب بقية